بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة للقطع الزائد، هناخد الاختلاف المركزي للقطع الزائد. هو نفس القانون E بتساوي C على A، لكن هناك فرق بين الناتج في القطع الناقص والناتج في القطع الزائد. الناتج في القطع الناقص كان أقل من الواحد، أما يكون 9/10 فمعنى كده إن المط قوي قوي أو شد قوي قوي القطع الزائد، بحيث المحور الكبير والبعد بين البورتين كبير جدا. لكن كل ما تقل 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 اقل من الواحد، يعني تقترب من الصفر، فبيتحول القطع الناقص الى دائره. والكلام ده كله شرحناه وقلناه وبالرسومات. النهارده بناخد القطع الزائد. القطع الزائد الاختلاف المركزي له هيكون اكبر من الواحد. ليه يا تيتشر؟ لان هو سي على ايه والسي اكبر من الايه. ليه؟ انا هتبلك كل حاجه وهتبلك لماذا. انا عندي الاي بسي على ايه، قيمه الاي اكبر من الواحد، كاتبه لك لماذا؟ لان السي اكبر من الاي. لماذا؟ لان السي تربيع بتساوي ايه تربيع زائد بي تربيع. اما اقول لك السي تربيع بتساوي بي تربيع زائد ايه تربيع، يعني السي دي اكبر من الاي لوحدها واكبر من البي لوحدها. اخذنا هنا مسالتين. المساله الاولى بتقول لك اوجد الاختلاف المركزي لمعدل القطع الزائد. احنا اتفقنا على ان اللي بيتكتب تحت اول حاجه بيبقى ايه تربيع، والتاني بيبقى بي تربيع على طول بدون تفكير. في القطع الزائد فقط اللي بياخد الاشاره الموجبه في الاول هو الايه تربيع، واللي بياخد الاشاره السالبه التاني هو البي تربيع. مفيش حاجه اسمها مين اللي كبير ومين الصغير. اول خطوه هجيب السي تربيع. السي تربيع ايه تربيع زائد بي تربيع، يعني 64 زائد 80 تديني 144. يبقى السي بكام يا ولاد؟ يبقى السي ب 12، لان جذر ال 144 12. يبقى الاي بتساوي سي على ايه؟ السي ب 12 والاي بكام؟ الاي تربيع ب 64 تبقى الاي ب 8. 12 تقسيم 8، 12 تقسيم 8 على 4 فيها 3 على 4 فيها 2، يعني 1.5 تقريبا، 1.5 بالظبط. طيب السؤال الثاني، اللي بيتكتب الاول ايه تربيع، واللي بيتكتب الثاني ده البي تربيع. السي تربيع بايه تربيع زائد بي تربيع، يعني الناتج 25. يبقى السي ب 5، جذر ال 25 5. الاي بتساوي سي على ايه؟ السي ب 5 والاي بكام؟ الاي تربيع ب 16، يبقى الاي ب 4 يبقى على 4، يعني 1.25، 1.25 اللي هي 5 على 4. يبقى احنا خدنا القانون، الاختلاف المركزي للقطع الزائد هو اي بتساوي سي على اي. السي تربيع بجيبها ازاي؟ من الاي تربيع زائد بي تربيع. بعدين بجيب جذر السي تربيع وبجيب جذر الاي تربيع وبحط السي على الاي بيديني الاي. وقلت دائما وابدا، دائما وابدا في القطع الزائد السي اكبر من الواحد. لماذا؟ لان الاي اكبر، الاي اكبر من الواحد. لماذا؟ لان السي اكبر من الاي. في القطع الناقص الاي دائما وابدا اقل من الواحد. لماذا؟ لان السي اقل من الاي، لان الاي اكبر حاجه في القطع الناقص. وبكده خلصنا كل ما يلزم القطع الزائد. طيب هناخد دلوقتي درس جديد او كلام جديد، وهو تحديد انواع القطوع المخروطيه، يعني احدد اذا كان قطع مكافئ او ناقص او زائد. ازاي؟ هنعرف دلوقتي. الصوره العامه لمعادله القطع القطوع المخروطيه، الصوره العامه ليه، اول حاجه ما ينفعش يكون جزء من صوره المعادله جزء في اليمين وجزء في اليسار، ممنوع. لازم اجيبها كلها في طرف الايسر واقول بتساوي صفر. دي اول خاصيه من الخواص او اول حاجه بعملها. يعني قلت لك نوع القطع ده ايه، واديتك شويه حدود في اليمين وشويه حدود في اليسار، نعمل ايه؟ نجيبها كلها في اليسار واقول تساوي صفر. طيب من هي الاي ومن هي البي ومن هي السي؟ الاي هي معامل الاكس تربيع، يبقى هقول الاي معامل
الاكس تربيع، مهم جدا الكلام ده يا اولاد. طيب البي، البي معامل الاكس واي، البي معامل الاكس واي. طيب السي، السي معامل الاكس تربيع، الواي تربيع، اهو دول قدام عينيا. طيب انا شايفه رموز اخرى، ايه الرموز الاخرى اللي انا شايفاها؟ شايفه الدي وشايفه الاي وشايفه الاف، شايفه الدي وشايفه الاي وشايفه الاف، بنكتب عليها تي او زد. يعني ايه يا اولاد تي او زد؟ مين يعرف؟ مين يعرف يعني ايه تي او زد؟ تي او زد يعني طز فيها، يعني ولا تشغل بالي، حتى انا مش عايزه اعرف الدي، ممكن احطها اي حاجه، احطها اتش، احطها كي، ولا اشغل بالي لا بالاكس ولا ولا بمعامل الاكس ولا بمعامل الواي ولا بالحد الثابت، كل ده طز فيه ولا ليه دعوه بيا ولا ليه دعوه بيه. امال ايه اللي يهمني في السؤال؟ اللي يهمني في السؤال ان يكون المعادله كلها في الطرف الايسر تساوي صفر، ان يكون الايه معامل الاكس تربيع، ان يكون البي معامل الاكس في واي، معامل اكس واي، ان يكون السي معامل الواي تربيع، بس كده. طيب اعرف ازاي اذا كان قطع مكافئ او ناقص او زائد او دائره؟ تعال بص مع بعض. عن طريق المميز، المميز اللي هو بتاع القانون العام اللي هو ما تحت الجذر، المميز اللي هو بي تربيع ناقص 4 اي سي. عرفنا ان الاي معامل الاكس تربيع، البي معامل الاكس في واي، السي معامل الواي تربيع. يعني انا لو لقيت معامل للواي ماليش دعوه بيه، معامل للاكس ماليش دعوه بيه، حد ثابت ماليش دعوه بيه، طز فيهم. لكن اللي بيهمني الاكس تربيع اللي هي معاملها الاي، الاكس في واي اللي هي معاملها اسمه بي، الواي تربيع اللي هو معاملها اسمه سي، بس كده دول اللي يهموني. طيب نبص مع بعض. اذا عوضت في السؤال زي ما هنشوف دلوقت وطلع الناتج يساوي صفر، يبقى بقول عليه قطع مكافئ. هنا لو عوضت وطلع اقل من الصفر، اذا طلع اقل من الصفر يبقى ينقسم قسمين، بقول عليه قطع ناقص، او اذا كان اقل من الصفر ولقيت ان معامل الاكس تربيع يساوي معامل الواي تربيع، معامل الاكس تربيع يساوي معامل الواي تربيع، يعني 5 5 6 6 7 7 8 8 المعاملات واحده، ما ينفعش 8 وسالب 8، لا لا لازم بنفس الاشاره ونفس العدد. ولقيت ان المعادله خاليه من الحد اكس واي، يعني ما فيش حاجه اسمها اكس واي، اتوفر الشرطين دول، بيتحول القطع الناقص الى دائره. يبقى الحاله الاولى إذا كان المميز يساوي صفر يبقى قطعة مكافئة. الحالة الثانية إذا كان المميز أقل من الصفر، يعني عدد سالب، يبقى قطعة ناقص. طب إذا لقيت إنه أقل من الصفر بس اضافت عليه شروط، إن معامل الإكس تربيع هو نفس معامل الواي تربيع، وإن المعادلة خالية ما فيهاش حاجة اسمها إكس واي، مش موجودة زي ما حشوف دلوقتي في المسائل، جايبة لكم مسائل من جميع الأنواع. فبقول ان القطع الناقص ده ما بصبحش قطع ناقص، تحول الى دائره. تمام. الحاله الاخيره، الحاله الاخيره اذا كان المميز اكبر من الصفر، يعني عدد موجب 5 6 100 200 اي حاجه، يبقى بقول عليها تمثل قطع زائد. المميز اكبر من الصفر اللي هو بي تربيع ناقص 4 اي سي اكبر من الصفر، هنا
بتربيع ناقص 4 AC أقل من الصفر، هنا بتربيع ناقص 4 AC بتساوي صفر، يبقى بتساوي صفر قطع مكافئ أقل من الصفر ناقص. ولكن إذا كان معامل X تربيع يساوي معامل Y تربيع والمعادلة خالية من الحد XY فبيتحول إلى دائرة. إذا كان المميز أكبر من الصفر فإنه قطع زائد. هناخد مسائل على دول، طبعا المفروض هما يكونوا أربعة بس أنا جايبة خمس مسائل. نشوف مع بعض المسائل. السؤال الأول، المعادلة عبارة عن إنها 8 واي تربيع ناقص 6 اكس تربيع زائد 4 اكس واي ناقص 6 اكس زائد 2 واي ناقص 4 تساوي 0. طيب اول حاجة يا ولاد هعملها، اول حاجة هعملها التمانية دي معامل الواي تربيع، معامل الواي تربيع اسمه سي، اهو الواي تربيع اسمه سي، يبقى السي بتساوي 8. معامل الاكس تربيع اسمه ايه، يبقى الايه بكام؟ لا غلط، مش بستة، غلط غلط غلط، بناخد المعامل باشارته، يبقى الايه بسالب 6. معامل الاكس واي اسمه بي، يبقى هنا المعامل اهو باشارته موجبه، يبقى البي تساوي 4. دول يا تيتشر تو زد تو زد تو زد، يعني طز فيهم ولا ليا دعوه بيهم ولا اشغل بالي بيهم، مش ملاقيش في سؤال اكس تربيع هاخد بدل الاكس، لا مفيش حاجه اسمها كده. معامل اكس تربيع اسمه ايه؟ اكس تربيع وليست اكس، الاكس طز فيها. معامل الواي تربيع اسمه سي وليس الواي. معامل الاكس واي اسمه بي، ما نغيرش حاجه. بعد كده هنكتب القانون بتاعي اللي هو المميز، بي تربيع ناقص 4 اي سي، البي ب 8 تربيعها 64 ناقص 4، هفتح قوس واحط سالب 6، لازم قوس لازم افتح قوس واحط 4، هتبقى 64 سالب في سالب بموجب 16 في 6 بكام؟ 96، 16 ضرب 6 ب 96، هنجمع صفر معانا الواحد يبقى 160. ال 160 أكبر من الصفر، يبقى ده قطع زائد لأنه عدد موجب. ما يهمنيش العدد كام، يعني أنت لو مش بتعرف تجمع أو مش بتعرف تضرب مفيش مشكلة، أنت ممكن من هنا، من هنا بتقول 64 زائد 4 في 6 في 4 يبقى أكبر من الصفر، يبقى قطع زائد بدون ما تضرب، كلها موجبة اهي لان سالب في سالب بموجب، يبقى قطع زائد مفيش اي مشكلة. تمام يا ولاد؟ طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي 3 اكس واي، 3 اكس واي، 3 اكس واي زائد 4 اكس تربيع ناقص 2 واي زائد 9 اكس ناقص 3 بتساوي صفر. طيب اول حاجة نمسك قلم تاني، اول حاجة معامل الاكس واي بي، يبقى البي تساوي 3، معامل الاكس تربيع ايه، يبقى الاي ب 4. المفروض المفروض ان السي اللي هي معامل الواي تربيع، مفيش مفيش واي تربيع، مفيش واي تربيع، مفيش مشكلة، يبقى أكتب طبعا دي مفيش ماليش دعوة بيها ولا دي ولا دي، يبقى هكتب إن السي بتساوي إيه يا ولاد؟ بتساوي صفر، مفيش سي اللي هو الواي تربيع، لأن الواي تربيع معاملها اسمه السي أهو، معامل الواي تربيع سي. طب هنكتب المعادلة، بي تربيع ناقص 4 اي سي، البي ب 3 تربيع 3 9 ناقص 4 في الاي ب 4 في السي ب 0
اما يكون الاي بصفر او السي بصفر كل ده بقى بصفر، صفر في اي حاجه بصفر، يبقى الناتج 9. التسعة اكبر من صفر يبقى مازال قطع زائد. يبقى خدنا كده سؤالين في القطع الزائد. طيب ناخد سؤال ثالث. السؤال الثالث بيقول لي ايه؟ نكتبه فين يا اولاد؟ نكتبه هنا هينفع المكان ده؟ نشوف كده. بيقول لي 4 x تربيع ناقص 5 y بتساوي 9 x ناقص 12. اول حاجه اخليها معادله صفريه، اجيبها كلها في طرف واحد. هيبقى 4 x تربيع ناقص 5 y ناقص 9 x زائد 12 بتساوي صفر. طيب اي حاجه مش متربعه ما باخدهاش، اي حاجه مش متربعه مش باخدها، يبقى دي زي قلتها زي قلتها، ودي زي قلتها، والعدد الثابت زي قلته. لا عندي اكس واي ولا عندي واي تربيع، ما عنديش غير الاي بس. دي ايه؟ الاي ب4. المعادله بتاعتي ايه؟ المعادله بتاعتي بي تربيع ناقص 4 اي سي. مفيش بي يعني البي بصفر، مفيش سي يعني السي بصفر، يبقى تربيع البي بصفر ناقص 4 في 4 في صفر. صفر في اي حاجه بصفر، يبقى صفر ناقص صفر يعني صفر، يبقى قطع مكافئ. يبقى خدنا حاجتين، خدنا مسالتين على القطع الزائد وخدنا مساله على القطع المكافئ. طيب هناخد مساله كمان، لسه اتنين، لسه عايزه اخد على الدايره، عايزه اخد على القطع المكافئ الناقص. صح يا ولاد؟ امسح كده واسمعوني كويس. نشوف القطع ده. 3 اكس تربيع زائد 16 اكس ناقص 12 واي زائد 2 واي تربيع ناقص 6 تساوي صفر. اعمل ايه؟ اروح جايه مشطبه على اي حاجه مش عايزاها عشان ما غلطش. هشطب على ايه يا ولاد؟ هشطب على دي مش عايزاها، ودي مش عايزاها، ودي مش عايزاها. لا حد ثابت عايزاه ولا اي حاجه مش متربعه عايزاها. طب دي اكس تربيع، يبقى المعامل بتاعها اسمه ايه؟ يبقى الاي تساوي 3. مفيش اكس واي، اكس ضرب واي مفيش، يبقى هقول ان البي يساوي الصفر. في واي تربيع اهي، الواي تربيع اللي هي المعامل بتاعها سي، يبقى سي يساوي 2. المعادله بتاعتي بي تربيع ناقص 4 اي سي، البي بصفر ناقص 4 في 3 في 2 يديني سالب 24، اقل من الصفر يبقى قطع ناقص. يبقى خدنا كل الاشكال لثاني شكل واحد. اكيد عارفين هكتب ايه دلوقتي، هكتب حاجه تخص الدايره. طيب 8 ادي 8 اكس تربيع زائد 8 واي تربيع ناقص 16 اكس زائد 24 تساوي صفر. اول حاجه هشطب على الحاجات اللي مش عايزاها، لا عايزه حد ثابت ولا عايزه اكس ولا عايزه واي، مش عايزاها. لكن هنا دي الاي ودي السي، يعني معامل ال واي تربيع يساوي معامل الاكس تربيع. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، المعادله ما فيهاش اكس واي، يبقى المعادله خاليه من الحد اكس واي، يعني البي بصفر. يبقى الشروط دي اهي، ما رضيتش امسحها عشان يبقى قدام عينيك، الشروط دي موجوده. يبقى الشكل دائره بدون حل يا تيتشر. بدون حل لو اختيار بسرعه، لكن لو عايز تحل هتقول بي تربيع ناقص 4 اي سي. ساعات احنا ما بنجاوب غلط مع التعليل او مع السبب، فبتحل كده. وبعدين بتقول البي بصفر ناقص 4
في الايه بكام؟ الايه بتمانية، في تمانية يبقى أربعة سالب أربعة في 64، يعني العدد بالسالب أقل من الصفر، سالب ستة ومعنا الواحد، 24 واحد 25، 200 سالب 256 أقل من الصفر، يبقى قطع ناقص بس تحول إلى دائرة. إيه سبب تحويله إلى دائرة؟ هتيجي تسألني هتقول لي يا تيتشر لو جه في الامتحان كتب لي قطع ناقص ودايرة أختار إيه؟ أختار دايرة. لو في الامتحان قال لك قطع مكافئ ولا ناقص ولا زائد ولا دائرة، بختار دائرة، ما ينفعش أختار قطع ناقص. خلاص؟ هو المفروض إن أنا كتيتشر المفروض إن أنا أبعد عن إيه؟ عن اللبس للطلبة، المفروض، بس لو فرض إن مدرس كتب كده فنختار دائرة، لأن المعادلة خالية من الإكس واي، لأن معامل الإكس تربيع يساوي معامل الواي تربيع. كده خلصنا المنهج، هنبدأ الحلقات الجاية هتبقى مراجعات. هنعمل 10 مسائل مراجعة وحدة أولى، 10 مسائل مراجعة وحدة تانية، 10 تالتة، 10 رابعة، بإذن الله شمل المنهج كله. بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.